السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل نحن في آخر حتة وقفنا كنا نتكلم على الكواليتي كنترول اوف اكويبمنت. بالنسبة للبيرسونيل الكواليتي كنترول للبيرسونيل برضو في كواليتي كنترول للبيرسونيل تعمل اللي هو اسسمنت له تقييم له بتعمل له اديوكيشن بتعمل له تريننج و يعني بتشغله في كل الحتات تعمل له ابديت. ده باعتبار واحد من حاجات الكواليتي كنترول بالنسبه للبيرسونيل حقك الناس الشغالين اللي هو البيرفورمانس ايفالويشن تقييم الاداء. وده عنده طرق كثيره حنشوفها قدام ليتر في الشغل بتاع الكيمستري. ولازم خلال السنه توايس مرتين ات ليست انه يتلقى تريننج ويتلقى ميديكال اديوكيشن. وثلاثه اللي هو انت بتعمل له بيسموها الدوره دورة الموظف يعني بيشتغل هنا ويشتغل هنا ويشتغل هنا. ليه؟ لأنه افترضوا أنا خشيت و I have been assigned في قسم الباراسيتولوجي إنه أشتغل شغل الروتين اللي هو الأسطول مثلا اليورين أو أشتغل الملاريا وفضلت قاعد في الملاريا كده حانسى الحاجات. أوكي؟ يلا نحن عشان نبدأ الكواليتي كنترول في كل قسم طبعا اللي بيحصل ده يعني في الهيماتولوجي في الإيمونولوجي في المايكرو في whatever كان نفس الحاجات بتحصل لأنه الثوابت واحدة أو البيرسونيل ده واحد. اثنين الاكويبمنت دي موجوده قلنا نتكلم على الانفايرمنت نتكلم على الاكويبمنت نتكلم على الريجنت نتكلم على التولز اليوتنسلز الموجوده نتكلم على الكنترولات حقتنا. اوكي طيب بالنسبه للاجهزه يا اخواننا في قسم كبير اسمه الانسترومنتيشن ده حناخده في الكيمستري لكن ده ما بيمنع انه نحن رايت ناو وي ار توكينج اباوت مايكروبيولوجي نتكلم عن حاجات في المايكرو. الجهاز يا اخواننا الجهاز اول شيء لما نحن نجي نختار جهاز دي بعدين حنشوفه في السلكشن لكن اديكم عنها فكره. نحن بنحدد سبيسيفيكيشنز بالنسبه للجهاز يعني نقول والله ده نشتري ثلاجه هسه في البيت لو ده تشتري غساله بتقول مثلا 5 كيلو 10 كيلو ال جي كده يعني بيكون عندك سبيسيفيكيشنز بيكون عندك مواصفات خدتها بتعتقد انها هي الافضل او الانسب لحاجتك ولشغلك. فده اللي بيحصل في اللاب بالضبط. نحن بنشوف حجم العمل حقنا بنشوف التردد حقنا بنشوف الامكانات حقاتنا بنشوف البيرسونال حقنا وبعد ذلك بنطلب الجهاز بمواصفاتنا نحن. هنجي نشوف برضو سبيسيفيكيشن للجهاز في القسم بتاع الهيماتولوجي. بالنسبه للكواليتي كنترول في الاكويبمنت عندنا بيولوجيكال سيفتي كابينت عندنا الاوتوكليف عندنا الاوبن عندنا الانكوبيتر عندنا الريفريجريتر عندنا الووتر باس عندنا الميكروسكوب. بعد ذلك عندنا زي ما قلت لكم الحاجات الصغيره الاجيتيتر والشيكر والحاجات زي دي نحن بنعمل بها الميديا وبعد ذلك بنزرع عليها وبعد ذلك بنقرا بها. يعني البيولوجيكال سيفتي كابينت طبعا هي الفكره الاساسيه فيها شنو؟ انها تمنع حدوث انتشار العدوى من السبيسيمين للانفايرمنت بتاعت اللاب. بالتالي تشتغل بالضغط السالب تشيل تسحب الهواء وبعد ما ننتهي برضه اشتغلنا شغل بتاع بي سي ار تمنع علينا الكونتامينيشن انه ما يحصل كونتامينيشن للجين حقنا ده. فبكون فيها الترافايلت لامب اللي هي بتعمل التعقيم. يلا من الحاجات المهمه انه السحاب بتاعي يكون شغال مراوح اللي بتسحب يكون شغال فيها الهبة فلتر شغاله فيها الالترافايلت شغال فيها الباب بيفتح ويقفل كويس وفي وحدات حتى باي سيفتي ليفل 4 ما فيها باب بيفتح فيها حتات بتدخل فيها الدق عشان تشتغل. فانت يشيك الحاجات دي عندها ديلي مينتنس عندها ويكلي عندها مانسلي عندها كل فتره بيجي المهندس يشوفها التمبريتشر والحاجات دي عندها زي 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 لوحات التحكم انت بتتحكم فيها بالحاجات. الاوتوكليف يا اخوانا طبعا من الفايتال تولز الموجوده في المايكرو وهو الوظيفه بتاعته انه يعمل لنا شنو؟ استراليزيشن. لانه احنا حاجاتنا لو ما كانت استراليز في المايكرو معناها احنا العينة النتيجة اللي بتظهر لنا دي ما بنقدر نحدد هل هي من عينة الزول ولا من الكونتامينيشن اللي حصل لنا في اللاب. فالاوتوكليف وظيفته انه يعمل لنا استراليزيشن. الاوتوكليف عشان نكون يعني ماخدين عنه الفول ديتيلز هو عبارة عن حلة بتاعت بريستو بيستفيد من انه الحرارة لما تحصل درجة الموية لما تحصل 100 بتغلي درجة الغليان هي 100 درجة مئوية لكن ال 100 غير كافية لقتل الميكروبات. احنا نحتاج لحرارة أعلى فبيقوموا بيقولوا بيطلع بخار. البخار ده لو قفلناه وضغطناه وزدنا السخانه بتاعته بيكتسب السخانه اكتر من المويه ممكن يحصل 2000 درجه مئويه 2000 درجه مئويه. اوكي يعني ممكن ايدك دي تدخلها كده في لحظه تتسلق كلها تبقى سليقه تقعد عظامك ذاتها تتسلق. فالضغط بريشر اللي هو هيت ستيم البخار اندر بريشر مع الحراره
فاللي بيحصل انه بيجيب المويه وطبعا احجام مختلفه وماركات مختلفه زي الثلاجات وزي الحاجات الثانيه الالكتريك دي. الفكره فيه هو كويل اللي هو ملف بتاع حراره بيسخن وبيكتسب درجات حراره عاليه جدا جدا, بيعكسها في المويه وبعد المويه بيعكسها للبخار, المويه كلها بتتحول لبخار. فنحن بنجيب حاجات ناخدها في اكياس مقفله, او الاوساط حقاتنا ناخدها في تري صينيه واخدت لها الالومنيوم فويل نقفلها بالالومنيوم فويل. طبعا الحاجات ما بتتدفق, يعني ما بتتدفق, بتسخن وبتكتسب الحراره من غير ما انها يعني تفور وتتدفق. الاوساط بتاعتنا طبعا سائله يعني ما زي البقيه الثانيه. بنخط الحاجه اللي احنا عايزين نعقمها, مثلا ادوات جراحيه, عده بتاعت اسنان والتبر, بنخطها بحيث انها يتخلل البخار ده ما تكون مكدسه. اهم حاجه في الاوتوكليف نحن قبل ما يعني نبدا الشغل بتاعه نشوف مستوى المويه, ناخد حاجاتنا بصوره كويسه وبنقفل الليد ده, القطاع ده لازم نقفله كويس جدا جدا, بحيث انه لو حصل ليكتش او كان في واحد لوس ممكن ينفجر فينا, واذا انفجر كارثه يكون. فبنقفله كويس, بنفتح الصمامات بتاعت البخار بتكون فاتحه, بنبدا نشغل التيار الكهربائي وبنلاحظ انه الحراره بترتفع, عندنا مؤشر للحراره ومؤشر للضغط. لما تحصل الحراره 121 المويه بتكون بدت يعني تغلي وبدا البخار يطلع وبتبدا الصفاره تطلع البخار زي حاله البريستو, لكن لازم نراعي 121 والضغط يكون كم؟ يكون 15 ليبره اللي هو 15 رطل للانش الواحد. في اللحظة دي بنقوم نقفل الصمامات, ليه نقفلها؟ لأنه بنتأكد إنه المويه تحولت لبخار, بعد ده البخار هو هيبقى لنا يكتسب لنا الحرارة. طيب بيحصل شنو لو نحن ما قفلنا الصمامات وشغلناه طوالي؟ إذا قفلنا الصمامات وشغلناه المويه ما بتتحول لحالة البخار, بيكون فيها جزء بخار وفيها جزء ستيل مية, وبالتالي بيكون التعقيم ineffective ما فعال, ممكن يكون ستيل في حاجات قاعدة للرطوبة الموجودة. طيب حصل 121 15 بنقفل الصمامات وبننتظر لمدة ربع ساعة لثلث ساعة, بعد ذاك بنعمل شنو؟ بس بنفصل الكهرباء, ما نعمل أي حاجة, نفصل الكهرباء. بنفصل الكهرباء لما نجي نلقى العداد نزل صفر وبتاع الحرارة وبتاع الضغط كلهم جولة زيرو, بعد ذاك بنفتح الصمامات بيطلع صوت عالي جدا جدا, ومرات إذا كان في أوساط بتطلع روايح قد تكون ما روايح كويسة, عشان كده نخلي الأوتوكليفنج في حتة أوبن بعيدة او حتى عندها الشفاف بتاعها وعشان يسحب لنا الريحه بتاعت الميديا لحد ما البخار ده ينتهي يقيف تماما. طبعا بنفس الكهرباء عادي ما بنخلي موصل ذات بالكهرباء, نقفله ونفك السلك بتاعه اذا كان كبير وفي يعني حاجه التركيب بتاعه ناقص, بس بنقفل نعمل اون اوف, نعمل اوف. اذا عملنا اوف وخلاص الجوله زيرو بنفتح الصمامات, الصمام لحد ما ينتهي البخار تماما, يجيف البخار, بعد ذلك بنجي نفتح الليد ونعمل كيرفولي نفتح القطاع ما نعرض يدنا للبخار اللي بيجي طالع ده, وبنطلع حاجاتنا, بعد ذلك بنمشي نصب الميديا بتاعتنا. الاوفن يا اخوانا طبعا عنده درجة حرارة بحصل لحد 180-200, نحن بيكون عندنا تيربوميتر عشان نشوف هو شغال ولا ما شغال. الانكوبيتر 37 درجة بيكون فيها مؤشر يديك درجة الحرارة, وستيل لازم يكون فيها تيربوميتر عشان يورينا الحرارة الداخلية هل هي العكساها الاسمشن دي ولا لا. الريفريجريتر اخوانا الثلاجة عادة نحن بنخليها 4 اللي هي لحد 8, حد 8 دي الريفريجريتر العاديه. في درجه 8 دي الحاجات كان بي استابلايزد, الريجنت كان بي استابلايزد لحد الشيلف لايف بتاعها. اذا الحراره زادت بتبقى كومبرومايزنج. اذا كانت الريفريجريتر يا اخواننا بتاعت بلاد بانك, ونجي نشوف البلاد بانك, الريفريجريتر المفروض تتحصر ما بين 2 ل 6, المين بتاعها 4, اوكي المين بتاعها 4. لو قلت من 2 الخلايا بتتجمد وبتتكسر, ولو زادت من 4 الخلايا بتتكسر برضو, بتبقى اسمه شنو, هيموجلوبين. الووتر باس والمايكروسكوب اولسو, انا كلمتكم حتى اخر حاجه على المايكروسكوب كلمتكم على المشل انت بتعمل بالكاليبريشن. اي جهاز زي ما قلت لكم بيكون عنده مينتنس ريكورد قاعد جنبه. الكلشر ميديا يا اخواننا نحن زي ما قلت لكم اوريتكم بنجيبه ونكوب منها حتات صغيره صغيره عشان ما تنتهي لنا. والبريبرد ميديا نحن ديستيليتد اور دي مينرالايز ووتر شود بي يوزد للبريبريشن ميديا, بروتكت اجينست اللايت ما خدتها في الضوء, بعدك بروتكت اجينست الهيت الحراره, والميديا كونتيننج فيها الفيها بلاد والانتيبايتكس شود بي ستورد ريفريجريتر, ليه؟ لانه دول بتاثروا بالحراره. اوكي
الشيلف لايف اوف بريبرد ميديا لما اخذتها كول في دارك بليس بتعتمد على التايب اوف كونتينر اللي احنا مستخدمينه. في اثنين تايبس ويز كوتون، فيها قطن كوتون وول بلكس دي بتقعد 3 أسابيع، وفي تيوبس معاها لوس كاب اللي هي بتتفتح وتتقفل دي بتقعد 2 ويكس. كونتينر اللي بيكون عندها سكرو اللي هو زي المسمار اللي تتربط ربط دي بتقعد 3 مس. البتري ديش اذا سيلت في بلاستيك بتقعد 4 أسابيع دي اريدي ميد. الكوميرشالي بريبرد كالسر ميديا دي بتجينا من الناشونال كلينيكال اللي هو الناشونال كلينيكال لابراتوري ستاندرز كوميتي سب كوميتي، هم دول بيخطوا المواصفات للحاجات الان سي ال اس، كل الحاجات بتاعت المعامل هم بيخطوا التشريعات حقتها، فهي بتكون سيرتيفايد بالان سي ال اس كوميتي ولوكال كواليتي كنترول بتاعها داتا اوفر سيفرال ييرز بما فيها الانسيدنس اوف كيو سي فيليا او الكومن يوز مايكروبيولوجي ميديا حسب الفايندنجز اللي هي شافتها الكوميتي دي. البي اتش تيستنج من الحاجات المهمه يا اخواننا، ليه؟ لانه احيان كثيره نحن يعني انا اقول لكم مثال، كنت في مستشفى ليبيا ام درمان، الكلام ده في 2008. جيت بالصدفه كان عندنا اشراف مارين وانا ماشي لبنك الدم، لكن غشيت قسم المايكرو قلت اشوفه، فبفتح في اللوك بوك بتاع العينات المستلمه والنتائج حقتها، فتحت الصفحه الاولى لقيت في 23 عينه ويورين مختلف العينات تحت المايكروبيولوجيكال سواب وغيره وغيره. المايكروسكوبيك اكزام بلقى فيها وحدات يعني ترولي فيها انفكشن وشود ريفيل انه في مايكرو اورجانيزم هاز بين ايسوليتد. الصفحه الاولى 23 كلها نوغروس نوغروس نوغروس، فتحت الصفحه الثانيه برضه نوغروس نوغروس، الثالثه قلت مستحيل مستحيل، طبعا استاتستيك اللي كده ما بتجي، انت تاخذ لك 100 عين يطلعوا كله النظاف وفي المايكروسكوب يكون فيها مشكله. فمشيت للمتهم الاول اللي هو الانكيوبيتر، والله يا اخواننا درجه الحراره مكتوبه برا 37 طبعا درجه حراره الجسم، فدخلت يدي في الانكيوبيتر وخطيتها في السطح بتاعه كده، لما نطيت لحد ما نطيت من السخانه تشتني يعني أنا درجة الحرارة أكثر من كده. لما جبنا الترمومتر خطيناه لقيناه كم 40 درجة، معناها هم بيزرعوا والإنكوبيتر بيقتل، عشان كده لازم يكون في إنكوبيتر ناي ترمومتر داخل الإنكوبيتر عشان أوريك إنها تزري لي 37. We don't should we shouldn't have to rely slowly upon the upon the اسمه شنو upon الحاجة اللي بتصير لنا في الشاشة، لأنه أحيانا بتكون عطلانة أو مثبتة مثلا على كده، فلازم أنت يكون عندك حاجة تجيك الفاليديتي بتاعت الحاجة اللي شغالة ولا مش شغالة. ال pH يا إخواننا مهم جدا جدا، ممكن تشيل حاجة ويكون فيها بص ويكون فيها مايسيليا ويكون فيها فطريات ويكون فيها وتزرعها وتطلع لك نوغروس. If you just check the pH حتلقاها بقى as too acidic as too alkaline. استريلتي تشيك زي ما قلت لكم ان احنا اول ما نزرع بنعمل استريلتي تشيكينج من الباتش حقنا زرعناه ده، بنشيل طبق من كل نوع مثلا من ماكونكي من كده حسب الحاجات، بنحطه في الانكيوبيتر ساكن، ثاني يوم بنجي نشوفه اذا حصل فيه جروس الباتش حقنا ده كله كونتامينيت نستغنى عنه، اذا ما حصل جروس بنشيل الديل طوال نحطه مع الستوك حقنا وبنبدا نشتغل. البرفورمانس تيستينج زي ما قلت لكم، هل الوسط ده بيخلي البكتيريا تقوم ولا ما بخليها تقوم؟ فنحن زي ما قلت لكم حسب نوع اذا ديفرنشيال هنخد فيه الحاجات تحت الديفرنشيال، يعني مثلا لاكتوز فيرمنتر ما كونكي نجيب طوالي لاكتوز فيرمنتر ونزرعها فيه نشوفها بتدينا فيرمنتر، والنان فيرمنتر برضه نعمل فيه الحاجه دي. في البرفورمانس تيست للديفرنس كومن يوز ميديا بنشوف البرفورمانس بتاعها بديفرنت مايكرو اورجانيزم، مثلا البلاد اجار ناخد له ستريب بايجينس وستريب نمونيا عشان نشوف الهيموليسيس والجروس، مثلا نشوف البيسيتريسين نشوف البوزيتيف يعني نشوف البيسيتريسين ذاته شغال ولا ما شغال، والوسط سبورتنج الجروس ولا ما سبورتنج الجروس. الكيو سي فورمز فور يوزر بيبر ميديا شود كونتين، طبعا احنا الكلام ده بنعمله خلاص اتاكدنا انه صح بنكتبه، فحنشوف في واحده من المحاضرات ان شاء الله حنشوف التنسيق بنعمله كيف، لكن انت بتكتب الاماونت اللي انت حضرتها السورس بتاع الانجريدس المكونات واللوت نمبر بتاعه عشان لو في مشكله ترجع للوت نمبر، والبريبريشن ديت اليوم اللي حضرته فيه، والاكسبيريشن ديت عاده بتكون شهر مما انت حضرت البليت بتاعك لست شهور حسب في التيوب ميديا، والاستريلايزيشن ميثود
طبعا في وحدات بيكون استريلايزد، ما دائرات هنا، ما دائرات اوتوكليفنج، وحدات دائرات اوتوكليفنج، وحدات بيكون فراجايل، في مواد لو عملنا لها اوتوكليفنج بتبوظ. طيب البروبر كلر صحيح، يعني لونه ياهو البلاد اجار ريد، والشوكولات لونه براون شوكولات، ونشوف الدبس بتاعه. مرات الدبس لو كان كبير ممكن يعوق النمو، لو كان بسيط ممكن يعمل لنا مشاكل. الاسموسنس اذا كان رف ولا سموس، والكلاريتي هل هو نقي ولا فيه حاجات كده ما هنا، الهيموليسيس، وبعد ذاك الاكسسيف بابلز اذا فيه فقاعات جوا، واذا كان في كونتامينشن ولا دي كلها بنكون خدتنا في حساباتنا. الستيس انا كلمتكم عليها، ثاني ما حاقول لك عليها زي ما نحن قلت لكم، وتشيكت اجينست اللي هو نون اورجانيزم. الانتي سيرا فيها اللوت نمبر وفيها الداتا ريسيف فيه والكونديشن ريسيف، دي كلها بنكتبها في اللوك بوك. والاكسبيريشن ديت شود بي ريكوردد لكل الشيبمنتس اللي بتجينا، الشحنات اللي بتجينا بتاعت الانتسيرا. انتسيرا كثير يا اخوان بنشتغل بها في المايكرو، بالذات لو احنا معمل متقدم وفيه شغل بتاع سيروتايبنج، يعني مثلا اذا كان معمل بتاع مارينجايتس، اذا كان معمل بتاع ستريبتوكوكاي، فيه لانسفيلد جروبنج، فيه حاجات كثير احنا ممكن نستخدمها. الانتسيرا شود بي ديتد اول ما فتحناه ونكتب فيه تاريخه اللي اشتغلنا به، واذا في نيو لوت لازم نحن نعمل له تجربه نتاكد منه. دائما الانتسيرا نحن شفته الكالشر ميدي اللي هو السب كالشر اللي عندنا، اول تايب بتاع الكالشر خاتنه من 7 او اكثر، ده بينجز به اول شيء البوتنسي بتاعت الانتيبايتك، نشوفها شغاله ولا ما شغاله. ليه؟ لانه بقول لك مثلا مع الشيشه كلها المضاد ده بدي ديامتر كده، تجيب الشيشه كلها تزرعها وتجيب المضاد تحطه، اذا اداك الديامتر معناه المضاد شغال، يعني بنشتغل بها اول شيء في الفاليديتي بتاعت الانتيبايتكس. اثنين بنشتغل بها في الفاليديتي بتاعت الانتيسيرا والريجنت حقتنا، زي ما كلمتكم على الاكسيديز الكاتاليز الدي ان ايز كلها، اذا عندك الاورجانيزم موجود انت ممكن تشوف الحاجه دي شغاله ولا ما شغاله. اليوز اوف ستوك كلتشر تو اوبريت كواليتي كنترول بروجرام، ستوك كلتشر مز بي مينتيند باي اول لابراتوريز، تكون موجوده ومحافظين عليها، وبتكون في من ديفرنت سورسز، ممكن تكون كوميرشال، ممكن تكون كلينيكال سبيسيمن احنا جربناه قبل كده وعارفينها، ممكن تجينا من بروفيشنسي تيستنج اللي هي نستوردها من برا، ممكن تجينا من معمل مرجع زي الساك ذات المعامل، ممكن تكون اوفيشال كلتشر كولكشن بيسموها امريكان تايب كولكشن سنتر. البريزرفيشن الحفظ بتاعها بتكون اذا لونج تيرم بتكون لايف في اللايز، يعني شنو؟ يعني منزوع منها الماء مع سرعه التبريد، ودي بتجي زي شكل حبه كده ونحن بنحلها بديستيلد ووتر. في السي تي اي فور نايزيريا وستريبتوكوكاي، في الكوكت ميد ميديوم للانايروبس، في الشورت تيرم اللي هو التي اس اي اسلام، دي نعمل فيها الاستابنج الطعنه ونشوف فيه الحركه والنمو، ودي كلها بنحفظها في الريفريجريتر، وكل 2 ويكس نحن بنعمل لها ترانسفير. دي الستوك اللي هي دي اكوردنج لكلينيكال لابراتوري ستاندرد انستيتيوت شريشيا كولاي اي تي سي، ده رقمها، يعني دي الحاجات المين اللي احنا بنجيبها، هيموفلس وانتروكوكس وستريبتوكوكس وستافيلوكوكس وسيدومونس وشريشيا كولاي ونيمونيا والكليبزيلا، دي قلت لكم 7 دي 8 اوكي. الانتي مايكروبيال سنسيتيفيتي تيستينج، بعدين انتوا وقعت لكم الفكره اذا شغالين بالديس ديفيوجن ميثود او بالكيربي باور او الثانيه كيربي باور ميثود، يعني اذا احنا بنعمل حفره ونخط فيها الانتي بايوتيك او بنخطه از ديسك، فنحن بنجيبه حسب الحاجات المكتوبه في الورقه، يقول لك مثلا ستاف اوريس بيديها دايمتر كده مع الكليندا ماسين، بنجي نزرع استاف ونحط الكليندا ماسين سواء كان في بالكوت بورر اللي هو بيتحفل لنا حفره في الاجار او بواسطه الديسك، نحطه ونشوف فيه الدايمتر، والدايمتر بنقيسه اما بحاجه زي المنجله كده عندها فتحتين بنخطها نفتحها زي المفتاح الانجليزي، بيكون عندها راسين حادات بنكبرها ونصغرها على حسب الدايمتر ونشيل نحط نقرا في المسطره او في مسطره مخصصه بنقرا بها، بعد ذاك بنرجع للستاندرد حقنا نشوف هل الدايمتر ده افكتيف ولا ما افكتيف. السلكشن اوف انتي مايكروبيال ديسك السورس اوف انفكشن ان ايسوليتد باثوجين، عندنا مولر هنتر اجام ميديوم ده طبعا بنزرع فيه الشود بي ما بين 25 ل 30 مل للبليت اللي هو الدايمتر بتاعه 100 الدايمتر، وبنخزنه ما بين 2 ل 6 لمده 7 دايز، ويكون عندنا محلول اسمه ماكفارلين، ماكفارلين ده اللي هو 0.5% ماكفارلين، ده عشان نقيس به التربيديتي، ما نحن لو شلنا بكتيريا ساكت عشان ندي
الكونسنتريشن الاوبتيمم للزراعه، لانه مرات يكون كونفلوينت، يكون نشيل كميه كبيره دي تاثر على الانهيبيتوري افكت بتاع الانتيبيوتيك، مرات نشيل كميه صغيره تقوم تزيد لنا الدايامتر فورس، يعني يكون ريزيستنت، لكن لانه البكتيريا كانت بسيطه بيجا سنسيتيف. عشان كده بماكفارلين ده كواليتي كنترول بالنسبه للانوكيولوم اللي احنا هنحطه في البلاد بتاع المولر هينتون. مولر هينتون اجار ميديم ده البريبريشن بتاعه، المويستر بنخطها تكون مكتوبه، والبي اتش والافكت اوف سايمدين ان سايمين والافكت اوف فاريشن ان دايفالنت كاتيونز اذا في اللي زي الكالسيوم وغيره. بعد ذاك وي تيست الاسترين ذات فيل تو جرو ساتسفاكتورلي، بيشوف الكائنات ما بتنمو فيه بصوره مظبوطه. التربيديتي اللي هو ده بيكون 0.5 مل من المحلول بتاع البي اي سي ال2 الباريوم كلورايد بنضيفه لكده، ده المحلول اللي احنا بنكونه بتاع ماكفارلين. الدنسيتي بتاعته كثافته بتكون 625 نانومتر، بنقراها في السبكتروفوتومتر او الكالوريمتر، وبنقوم نحطه في تيوبات. لما نيجي نعمل الزرعه بتاعتنا بنقوم نضيف بالانوكيولوم ونشوف التربيديتي نقارنها مع بعض لما نبقى نسوى اهو ده كده بتجي تقرا التربيديتي. عليكم السلام. التربيديتي شايفين بنقيسها كيف؟ ده الماكفارلين، شايفين الخط البوري في ماكفارلين واضح، هنا اقل وضوحا شويه، يعني اتليست هم قريبين لبعض. دي الداد ديسك ديفيوجن شايفين. نحن زمان كنا مخشوشين بنعتبر الدايمتر الكبير ده هو ده الافضل، بنشوف اكبر دايمتر نقول ده نمره واحد نمره اثنين نمره ثلاثه، والبسيطات ده نعمله انترميديت، والبسيط ده نعمله ريزيستنت زي الاثنين ديل. الكلام ده خطا يا اخوانا، مرات يكون ده مور افكتيف، بس نقرا الدايمتر ده ونرجع للورقه، اذا لقيناه مثلا 1 مليمتر وهو ده 2 مليمتر معناها ده بوتنت، واذا كان ده مثلا دايره 13 وطلع ده 12 معناها ده ريزيستنت، فلازم تقراه بالورقه. دي الحاجه اللي انا قلتها عليكم اللي هي زي المنجله شايفينها هنا، دي بتشيلها وتحطها في المصدر تقرا بها، دي افضل طريقه، والقراءه بتتقري من الظهر من بورا. طيب الاخطاء اللي بتجينا يكون انهبيتوري سبستنس زي السايمدين والسايمين تكون موجوده، الانتيروكوكس في كالس نحن بنختبر بها الحاجه دي، الاي تي سي سي ده رقمها، والانهبيشن زون بتكون جريتر زان 20 ملم ان فريلي اوف كولوني. يعني زيبنا انتيروكوكاي وزرعناها وحصل الكلير زون ده معناها ما في تاثير بتاع سامين وسامدين موجود في الاسم شنو المولر هينتون. الكنترول زون تو سمول مي بي ديو، اذا كانت الكنترول كانت صغيره معناها ممكن الديسك يكون لو بوتنسي فور باد ستوريج. احنا دي واحده عشان نعرف بها والمشاكل جاتنا من وين، اذا جبنا الانتيروكوكاي والزون ده كان اقل من كده وده كنترول طبعا، ما المشكلة بس طوالي في السامين سامين، ممكن يكون المشكلة مننا احنا. المشكلة الاولى انه التخزين حقنا ما كان كويس خلى المضاد ده يفقد، وفعلا التخزين بتاعنا بكون نرميه في التلاجة، مرات التلاجة تقطع يومين ثلاثة يكون فيها عطل كده، فالحاجة دي لازم تكون should be controlled. التلاجة اخواننا عشان احنا نعرف فيها مشكلة ما فيها مشكلة يكون فيها chart اللي يكون فيها عداد، فيها ورقة رسم بياني وفيها ابرة بترسم زي اللي بنشوفه في بنك الدم دي، اذا قطعت الكهرباء الابرة دي بتجيف وبتحسب لك الزمن ساعة ساعتين ثلاثة اربعة خمسة ساعات، بتوريك الزمن بالضبط اللي اتقطعت منك. اول ما الكهرباء تجي بتبدأ ترسم، يلا الحتة اللي وقفت فيها والحتة بدت منها بيكون فيها شنو، بيكون فيها خط مستقيم، خط المستقيم ده على امتداده وعلى طوله بيديك الزمن اللي قطعت فيه الثلاجة. وطبعا الثلاجات دي غالية، لا ناس المواد بيجيبوها الا بناس بنقدم الا ناس بنقدم، فعشان كده نحن محتاجين لحاجات كثيرة. في وحدات بيكون فيها الارم، ده كنترول تاني، انه درجة الحرارة منتين من كده لكده، فاذا الدرجة دي اختلت طوالي بيبدأ يرسل لك الالارم ده، والالارم ده هسي بيقى حتى في الموبايل يجيك الارم انه الثلاجة ما شغالة. دي واحدة. اثنين الدنس اوف انوكيولم، نحن كثافة الزرعة زي ما قلت لكم مكفارين عشان ما يخلينا نخلط حاجة كثيرة، أو تكون توسيك كلشر. التوسيك كلشر يا إخواننا بتمنع النمو بتاع البكتيريا كويس، بالتالي بتأثر لنا على الزون. السمول زون فور تترا ساكلين أند بيتا لاكتاميز ده إنديكيت إنه البي إتش تو هاي، ده قلت لكم بيأثر. والزون للأمانو جلايكوسايد ويتش آر تو سمول
اما اقول لك سالفه تدينا زون واسعه لما تكون سمول معناها البي اتش استولو. طيب الفيكا الاشرس اللي بدا بحاجات الاستول عندنا الامبيسيلين والكينولون والاس اكس تي ده مضاد حيوي. في الاكسترا انتستان اسويت فور سالمونيلا دي الحاجات المتعلقه بالسالمونيلا ان اديشن تو كلورامفينيكول. طبعا السالمونيلا حساسه للكلورامفينيكول والسيل جينيريشن كيفالوسبيرين نعمل لها تيست بها اذا كان زرعنا السالمونيلا. الام اي سي اللي هو المهم بيديري كونسنتريشن هو ده ذا بيست ميثود ده اقل كونسنتريشن يعمل لنا جريتر انهيبيشن ده في البروس اوف اجار ديليشن ميثود. عندنا الانتيباتيكال بنعمل لها تحليل اللي هي الامبيسيلين والتتراساكرين والاس اكس تي والكلورا انفينيكول. طبعا دي سلفونامايد ترايموكسازول اللي هو ده السبترين ده اسمه السبترين. طيب الانتيباتيك سبتبيليتي بالنسبه للنايزيريا اللي هو الميديوم الجونوكوكاي طيب نحن نواصل معلش انا وقفتها صليت المغرب الله يقبل. بكتيريولوجي قلنا الجي سي جونوكوكاي الانوكولم دي طبعا كلها يا اخواننا زي الجايد لاينز انت تشتغل بها عشان تعمل بها الكواليتي كنترول لحاجاتك. ونحن وي دونت ريلاي ابون وان ميثود او وان ستيب يعني ما بنقيس بس يشريش كولاي ليه لانك انت ماخذ ديفرنت ميدياز باتش فيو كم حاجه فبالتالي كل واحد بتقيسه بالحاجه حقته. فالجي سي دارب كل البريزنت سسبنشن ناخذها لنكلم والانكوبيشن 35 ديجري سنتيجريد معها مايكرو ايروفيليك 5% سي او 2 لمده 20 ل 24 ساعه. ديسك ديفيوجن تيست بنشوف الامبيسيلين والبنسيلين والريفامبسين وبنشوف النازيريا من الجيتيديز وبنشوف الام اي سي از نيسيسري انه نحدد المينيمم انهبيتري كونسنتريشن. البوزيتيف بيتا لاكتاميز تيست بريدكس ريزيستنت تو امبيسيلين اذا كانت هي بيتا طبعا ديل فيه حلقه البيتا لاكتام اللي هو امبيسيلين والبنسيلين والاموكسيسيلين. فاذا هي طلعت اسمه نوبوز معناها هي دي بيتا لاكتام ريزيستنت يعني مقابل للبيتا لاكتام. اللي يكون عندها 10 يونت بير بنسلين ديسك زون بيكون ليس ذان او ايكوال تو 19 مليمتر هي دي بيتا لاكتاميز بروديوسنج ستريس بتطلع البيتا لاكتاميز اللي هو ده بيكسر لنا مقابل المضادات الحيويه. اوكي ده بحث بيتا البيشنت ريبورت اللابراتوري شود استابليش ا سيستم فور سوبرفايزر اوف اول لابراتوري ريبورتس هنشوفه هسي. ذيس ريفيو شود انفولف تشيكينج سبيسيمين ورك اب تو فيريفاي الكوريكت كونكلوجن ويدرون. طبعا انت بتقول بتوصف العينه بتوصف الميكروسكوب بتاعها بعدك بتوصف الخطوات بتاعتك في الفيرست دي حصلت لها ايسوليشن كيف وفي السكند دي حصل لها ديفرنشيشن كيف وفي الثيرد دي وصلت للاي اس تي الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيستينج كيف. هنا طبعا يا اخواننا للاسف الحاجه اقول لكم الواضحه اللي بتحصل انه بتتاخذ العينه مثلا نيورين كلشر بنزرعها في كليد ذاتها بنقوم نعمل لها مايكروسكوبي بعد قامت في كليد شوف جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف والشكل بتاع كوكاي باسيلاي كوكو باسيلاي كده وطوالي بنحولها من الكليد نحولها طوالي من غير بايوكيميكال تيستينج لوين؟ للاي اس تي اللي هو انتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيستينج. الكلام ده غلط يا اخواننا ذيس سترونج ودائما تلقاهم يكتبوا لك مثلا ستاف اس دبل بي ستاف سبيشيز ستاف دي فيها سبيشيز مثلا شيشيا سبيشيز مثلا يكتب لك كليبزيلا سبيشيز يكتب لك بروتيوس سبيشيز. اذا كتب بروتيوس سبيشيز معناه زول ده ما عمل بايوكيميكال تيستنج ما عمل فول ايدنتيفيكيشن ودي ابدوميولوجيكلي وكلينيكلي كل الحاجات ما مشى معاه. عشان كده المايكرو المايكرو اخواننا المايكرو يتشتغلوا كويس يتخليه لانه في النهايه النتائج اللي انت بتطلعها بتؤدي الى خسائر صح قد يتعالج المريض مؤقتا لكن حتظهر ستريس حتدي داتا يعني ما عندها انتربريتيشن. في حاجه اسمها البانيك فاليوز اللي هي القيم المزعجه او المهلعه او اللي بتاثر كومبرومايزنج الحياه بتاعت المريض مثلا اذا في سي اس اف طلعت جرامستين طلع من السي اس اف انت طوالي يونيتيفاي الاسم شنو الطبيب او اذا كان برضو
البلد كلشر اخوان طبعا بنزرعها لفتره طويله. البلد كلشر دي بتحصل فيها سبتسيميا اللي هو تجسم الدم، بعد ذاك تسمم الدم وحاله فيتل، يعني لو الناس ما تلحقتها بسريع ممكن الزول يموت. فاصلا ال 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 انت بتاخذ المزرعه بتاعت البلد، وبعد ذاك بده المريض برود سبيكترم انتيباتيك عشان يقللوا له الحاجات لحد ما يجي الانتيباتيك اوف تشويس. اذا طلع في الانتيباتيك اللي هو بياخذ فيه ده ماشي معاه بيواصل فينا، اذا طلع لا بيوقف ده ويدو الجديد اللي بينفع معه. البلد كلشر لما تطلع انت بتشوفها كل يوم، اليوم اللي شفته فيه الجروس ده ظهر واخدت منه حته وطلع لك جروس، طوالي يونيتيفاي الطبيب قبل شنو؟ قبل ما تعمل ايدنتيفيكيشن، تقول له هي بوزيتيف عشان بعدك عارف انه في بكتيريا في الدم وكده. طيب نحن قبل ما نمشي للبروسيس كنترول نراجع اللي هو نحن دي بديناها المرة اللي فاتت. لا طيب قبل ما نمشي لها حنختم بالمايكرو نشوف دي حنمشي عليها في عجالة. ده اخونا نور الدين محمد علي، هو ده رئيس قسم المايكرو في إدارة المعامل. ده تعريف للكواليتي كنترول نحن وي ار اوريدي عرفناه بالدبليو اتش او، قال هو التوتال بروسيس ويا باقي العاملين اللي من خلاله الكواليتي اوف لابوريتوري ريبورت ممكن تضمنها انها شغاله صح، وقال هي سمرايز از رايت ريزلت ات ذا رايت تايم اون ذا رايت سبيسيمين فور ذا رايت بيشنت وذ ذا رايت انتربريتيشن بيز اون كوركت ريفرنس داتا ان ات ذا رايت برايس. الكواليتي كنترول التيم كيو سي هو ده البارت اوف كواليتي اشورنس، اساسا الهدف منه كونسيرنز ذا كنترول اوف ايرور، انه ما يحصل اخطاء في البرفورمانس بتاع التست بتاعنا في اداء الفحوصات حقتنا، وفيريفيكيشن للتست ريزلت باكد انها هي صحيحه. الكواليتي كنترول مس كفر اول الاسبيكتس اوف افري بروسيجر، عشان كده قلت لك اي حاجه تعملها لازم تعمل لها كواليتي كنترول، سواء كان في الانكوبيتر يعني في الانسترومنت في البرفورمانس حقنا في الاوتوكليف في الستيرنج في الميديا في الانتيباتيكس في مرات الستوك كلسر حقك هو بيكون منتهي انت ما بتكون عارفه، لكن لما تجي تعمل بيه تشيك يعني مثلا الشيش كلها منتهيه جي زرعتها في يو سي ميسيلين بلو ما قامت معناها الستوك كلسر حقك تعبان، او فايس فيرس العكس بالعكس انه اليو سي ميسيلين بلو تعبان والشيش ما قامت فيه. It must be practical تكون عمليه واتشيفابل وافوردابل متوفره وعمليه ممكن تتعمل. All materials equipment and procedure نحن adequately should control it. الكالتشر ميديا نستعمل لها تيستنج للستيريليتي والبرفورمانس. بيكون في حاجه للستاندنج اوبريتنج بروسيجر ودي طريقه مكتوبه لاداء اي اجراء وبتكون قاعده في البنش، يعني مثلا اجراء رقم كده بتعمل في الحته الفلانيه بعمله الشخص الفلاني الغرض من هذا الاجراء كده، وبعد ذاك الخطوات بتاعت الاجراء والتداخلات واي ما يخص الحاجه دي اوكي، عشان ما يجي زول يشتغل بطريقه ويجي واحد يشتغل بطريقه ثانيه. دي الاس او بيز ان بريف، انا بس داير اوديكم النموذج بتاع الكيو سي افكتيف كيو سي اللي هو البرنامج لما يكون موجود اخواننا هو ممكن يكتشف لنا الخطا وبالتالي يمنع حدوثه من البري انيتيكال لحد البوست انيتيكال. اذا طبقناها في البري انيتيكال والبوست انيتيكال اوف مايكروبيال بروسيجر شود بي انكوربريتد في الاس او بيز تكون مكتوبه الحاجه بتاعت الكواليتي كنترول. وزي ما بديت لكم انا المحاضرات دي بديت لكم بالريكوست فورم ايش سبيسيفيك زي اكومبانيد باي ريكوست فورم في الديتيلز بتاعت البيشنت نيم والايج والجندر والاوكوبيشن والاوت بيشنت والان بيشنت نمبر والورد والهيلث سنتر. اثنين نوع العينه جايه من وين والديت بتاعها والتايم اوف كولكشن والانفستيجيشن المطلوبه والكلينيكال نوت سمرايزنج البيشنت النس والسسبكتد دايجنوستس انت شاكك في شنو ان انفورميشن اوف اني انتي مايكروبيال تريتمنت سابق. دي ما فيش ما تشتغل شغل معكم الطبيب ما يقول لك اشتغل لي واعمل لي هناك ليه، لان الحاجات دي it will help you انك ما تخط مضاد غلط ما تعمل كده بتعمل. بعد ذاك نعمل في medical officer requesting investigation عشان لو حصلت حاجه تقدر تتواصل معه. يجي يكتب لك عمر عبد الرازق stool culture. طيب الكواليتي اوف باكتيرولوجي ريبورت فاندمنتالي بيعتمد على شنو؟ التايمينج اوف سبيسيمين السوتابيليتي اوف سامبلينج ميثود طريقه اخذ العينه والترانسبورت بتاعه قلت لكم بتاثر بيها الترانسبورت ميديا والترانزيت تايم الوقت اللي اخذته والاديكوسي اوف انفورميشن. شوفوا اخر حاجه جاب لك كميه المعلومات الموجوده لدينا للابراتوري عشان يشتغل بها. سبيسيمين زي اليورين والسبيتوم هي بيست كولكتد سون افتر بيشنت ويكس اب احسن حاجه في الصباح، لكن احنا بنكتفي بالعينات اللي بيجينا بها لحد الحته اللي بنزرع فيها. بلد كلشر بس
كولكتد وين بيشنت تكون الحراره حقته عاليه عنده حمى عاليه ميشيل بلد كلتشر. التايب اوف كولكشن اوف موست اذر سبيسيمين بيعتمد على شنو؟ على الكونديشن بتاعت المريض والتايم اللي هو اجريد ابون بين الميديكال والنيرسينج واللابوراتوري ستاف انه يجيبوا العينه فيها توكن. Every effort must be made to collect the specimen for microbiological investigation قبل ما تبدا المضاد الحيوي. ده افضل حاجه. اللابوراتوري مست ايشو طبعا احيانا اخوانا ايفن اف وي ستارت المضاد الحيوي نحن بنعمل كلتشر. دتين لما يكون عندنا زول امينو كومبرومايز مثلا زول عنده سكري وعنده سيبتيك فود والناس داره تشتغل طبعا زول عنده سكري بيكون جهاز المناعه تعبان. الدور مضاد حيوي ده نشوفوه المضاد ده هيمشي افكتيف ولا لا. ممكن يكون اخذ حقنه حقنتين او اخذ اي نوع من الدراج ديزيش فورم يعني بلع ولا حقن ولا كده وتبريتد او انترافينس. بعد ذلك ممكن نعمل مزرعة عشان نشوف هل استيل في انفكشن ولا ما في انفكشن وبوريك الطبيب بيقول لك انا اديه كده او المريض ده اندر كده اعمل له كلسر معناه هو داري يشوف شنو الانفكشن ده استيل موجود ولا انتهى. في الريكوست فورم زي ما قلت لكم سبيسيمين شود بي تشيك تو انشور انه الكوركت سبيسيمين جاتك والسبيسيمين هي نفس المطلوبه في الريكوست فورم. كومنت اون ذا سبيسيمين لازم يكون في كومنت دائما تعمل كيوتيشن زي السي اس اف واليورين والسواب نوت ان ترانسبورت ميديا اور فيكال سبيسيمين كونتيننج بلاد اميكوس يعني الحاجات اللي ما قاعده في ترانسبورت ميديا لازم تعمل عليها كومنت. الدراي فيكال سواب سلايفا انستيد اوف سبيتوم اللي هو لما يجيك عين بتاعت السول جافه في سواب ويجيك تفاف بدل لعاب بدل من الغشعة أو التفاف والآي سواب الماء عاملينها بصورة كويسة وأي عين ليكينج دي كلها أرنوت أكسيد ده في الريجكشن كريتيريا. يلا في المرحلة بتاعت التحليل بيكون في اس او بيس هي ديتيل بروسيجر لإكزامينج ديفرنت سبيسيمين. اثنين يكون في اس او بيس ده الستيرنج تكنيك والكواليتي كنترول في ستين تكتب نحن التكنيك بتاع السيرم بنعمله كده 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 بالاس او بيس والستيم بنعمل لها كنترول كده كده. السبتك تكنيك اللي هو الطرق بتاعت التعقيم والتطهير. بعد ذاك الطرق بتاعت البريبريشن بتاعت الكواليتي كنترول كلتشر ميديا والبريزبيشن اوف ستوك سترين دي كلها بنخليها مكتوبه عشان الناس تشتغل زي بعض. انكيوليشن اوف ليكويد سوليد ميديا تعمل له برضه اس او بيس. ريدنج اند انتربريتيشن اوف كلتشر تكنيكس يوز تو ايدنتيفاي الباثوجنز انتيميكروبيال سنسيتيفيتي تيستينج اند كيو سي بروسيجر اند انتيبيوتيك ديسك. بعد ذاك الكليننج والكيو سي اوف اكويبمنت المستخدمه في الميكروبيولوجي لابوراتوري السيف وركينج براكتس كيف تشتغل بامان والديسبوزل اوف سبيسيمين اند كلتشر. بعد ذاك كليننج اوف جلاس وير والبلاستيك وير والستيلايزيشن بروسيجر اند ذا كنترول. الستير تكلمنا عليها تكون كليرلي ليبلد ديتد وستور كوركتلي ما تستخدمها بيند الاكسبيريشن بتاع اذا فيها اكسبيريشن وتجو انترفلز بنعمل لها تشيك ب كنترول يعني معروف لدينا. جلس الستين بنعمل اسمير مدر نمبر اوف اسيد فاس باسيلاي اوكي وكل فتره بنجربها. الكنترول بالنسبه للجرامستين ممكن نعمل ايكولاي مع ستاف في سلايد واحد نصبغين واسمير شود نوت بي تو سيك واسمير اس تو وين اسمير اس تو سيك الديكلاريزيشن بيبقى انكمبليت ودينا جرام نيجاتيف انستيد اوف جرام بوزيتيف. ده الجدول انا كنت داير اجيب كله اهو دي الطريقه بتاعت بيرفورمانس تيست الكومن يوز ريجنت دي الريجنت. البيس تريسين ديسك ده انتيبيوتيك بيكون بوزيتيف مع ستريبتوكوكس باجينس ونيجاتيف مع اس في كالس في الميديم بلاد اجار نجيب بلاد اجار نزرع فيه جرام نيجاتيف اللي هو نرزع فيه انتروكوكس في كالس وستريبتوكوكس باجيس. اول شيء الاثنين المفروض ينمو اذا نمو في البلاد اجار معناه ده بلاد اجار وده نمو فيه ناخد البيس تريسين ديسك اذا نشوفه شغال مع باجيس بدينا زون ومع في كالس ما بدينا زون وهكذا انتوا تجوا تقروا البتاع ده. الكوجيليس اس اوريس ستاف ابديرميديس تريبتوسوبين الكاتاليس مع الاستاف ومع الاي في كالس برضه والجرامستين نعمل استاف وايكولاي ميكست سمير والوبتشين اند سو فورس انتوا اقروا الحاجه دي كملوها وده حيدوكم اللي عندكم باك اب تستفيدوا منه. الكنترول اوف اكويبمنت عندنا مثلا دي الحاجه قبل ما قلناها اللي هو الانيروبيك جار الحاجات العده بتاعتنا شود بي كالبريتد وفيها اوبريتنج بروسيجر وعندها ريجولار مينتنس اللي هو
كل يوم كل اسبوع كل شهر. دي الكواليتي كنترول سيرفيلانس بروسيجر اوف كومنلي يوزد مايكروبيولوجيكال اكويبمنت. عندنا الريفريجريتر ريكوردينج التمبريتشر ديلي يكون ما بين 2 ل 8، الفريزر ريكوردينج التمبريتشر بصوره يوميه ماينس 8 ل ماينس 20 او ماينس 60 ل ماينس 75 اكوردينج. الانكوبيتر الحضانات اللي هي ديلي تكون ما بين 35.5 بلس اور ماينس 1 ديجري سنتيجريد. الووتر باس ديلي يكون بين كده لكده. الاوتوكليف نو جروس اوف سبورتس تكليف عشان نشوف الفاعليه بتاعته، ياخد تليو بيوبيك تيب او نعمل له باوني تيوبس او ناخد تليو باسيلس ستيرسر مونفيلس. اذا نمت معناها انفكتيف، واذا ما تحول في الالوان برضو معناها التعليم بتاعنا ما كويس. ان سو فور تشيكينج ستيريلتي اللي احنا اتكلمنا عليه بنصب الميديا بتاعتنا بنخدها. شايفين دي التولز بتاعت المايكرو او الاكويبمنت او الادوات في المايكرو الاوساط وغيره وغيره. فنحن اول ما صبينا بنخد في شنو؟ بنخد في الانكيوبيتر بنشوفه ثاني يوم. اذا طلع فيه كونتامينيشن معناه هو نان سترايل. البرفورمانس كلمتكم عليه وانه تزرع البكتيريا في الحته المناسبه ليها، وده الكواليتي كنترول انه البلاد اجار تزرع فيه جروب اي ستريبتوكوكاي وستريبتونومين. اكسبكتد ريزلت انه يطلع بيتا هيموليتيك والفا هيموليتيك. البايل اسكولين تزرع فيه كده، الكوتشوجوليت تزرع فيه كده ان سو فورس. عندك الكريستنسن اجار تزرع فيه كده والاكسبكتد ريزلت. السيمون ستريت الماكونكي ودي التايب اوف اورجانيزم المفروض يكون عندك از كنترول عشان تعرف به الميديا. في النهايه بتجي تعمل جدول زي ده، بتكتب فيه كيو سي ريكورد ماكونكي اجار بليت ده لواحد، وبتجي تنزل الحاجات دي الديت اللي عملته بيه اللوت نمبر الديت اوبند الاكسبيريشن ديت السبلاير بعد ذاك الايكولاي اي تي سي سي كولكشن جروس بين كلر وده اي تي سي سي نو كلر جروس كده ونان ستيريليتي. تكتب الحاجه دي والريزلت والبرفورمر منو اللي عمل الحاجه دي. دي الانتي مايكروبيال انتيميكروبيال سنسيتيفيتي تيستينج. ده الديسك عشان نتاكد منه. اول شيء ديسك شود بي كوركت دايمتر، اثنين ديسك شود بي كوركت بوتنسي، والستوك سبلاي ده للانتيبايوتيك ستور ماينس 20، الوركينج سبلاي شود بي كابت ان ريفريجريتر. احنا بنجيب مرات الوركينج ده ونخليه يقعد اكثر من سنه، فبالتالي بيتاثر. اذا احنا بنشتغل 3 4 شهور اوكي، لكن اذا بزيد نخليه في الفريزر. مولر هينتون اجار بيرفورمانس تيست كوريت شود بي يوزد. الكوريت بي اتش اتكلمنا عليه، والميديوم شود بي ستاندردايز بالماكفارلين. شايفين ده ماكفارلين. الزون سايز ميجر اكزاكتلي بالمنجل القنادي، والزون سايز شود بي انتربريتد بالرجوع ل الاسم شنو الورقه الاكومبانينج الانتيبايوتيك. اولي بيور كلتشر رابيدلي جروينج بكتيريا جيفز ريلايبل ريدنجز. وفي 3 ستاندرد كنترول سترين ستاف وشريشيا سودومورزم مشتغله مع ماكفارلين. تيست شود بي كارد اوت في 3 ستاندرد سترين لما يكون في نيو باتش ديسك اسبوت انت يوز، وين نيو باتش اوف ميديوم اسبوت انت يوز وانس ا ويك. لما نجيب نعمل باتش جديد اوكي بدينا نشتغل به، او نيو باتش اوف ميديوم جبنا ميديوم جديده يعني صبينا ودارين نشتغل بنعمل انتيباتيك، جبنا ميديوم من الشركة صبيناه وبرضو بنعمل الحاجة دي، وتالي ممكن مرة كل أسبوع. الناس قاعد تشتغل على كل باتش. ده هنا بنعمله للأنتيبايوتيك، يكون في دفتر زي ده فيه الحاجات دي نطبعه وخطه في الكمبيوتر. بعد ذاك نجي نكتب الأميكاسين الإكسبيريشن دي الزون اللي طلع لنا في الزراعة والستاف أوريس معاكم والزون سايز والإيكولاي الزون بتاعكم. بعد ذاك اريشن دي نيمونيا اريشن اللي هي اي تي سي سي والزون دايمتر. اذا طلعت مطابقه بيقول لك هو بلس اور ماينس كده نخطها. اذا طلع صح اوكي، اذا ما طلع صح معناها المضاد الحيوي بتاعنا ما شغال مظبوط. في البوست اناليتيكال ودي يا اخواننا حاجات بتاعت الريبورتنج دي شود بي دان كيرفولي. الترمينولوجي والفورمات والريبورتنج شود بي ستاندردايز ويكون متفقين عليها الناس. Any preliminary report must be followed by full written report. اللي هو الأول ده لازم في النهاية يجي ريبورت كامل نهائي.
All reports must be checked for correctness and clarity وassigned by head of department. يعني في زول بيكون يراجع الكتابة كلها ويراجع الحاجات كلها يتأكد إنها صحيحة. بعد ذاك issues a report ويطلعه. Report distribution and delivery system must be efficient. يكون الطريقة بتاعة توصيلها دي efficient. و urgent report should be telephoned at all significant stage of the investigation. زي ما قلت لكم زول عنده meningitis أو زول عنده septicemia. Appropriate steps must be taken to ensure the confidentiality. طبعا مبدأ السرية أساس. و receiving reports as well as the report should consult the laboratory. إذا في أي مشكلة في الريبورت ما واضحة يرجع لللاب. There must be effective communication. وزي ما بديت أنا في البداية محاضرتي بالcommunication أنا شفتوا الرول بتاع الcommunication. طيب كده نحن بنكون كملنا جزء بتاع الـ microbiology وخاشين على الجزء بتاع الـ اللي هو معلش نفتحه من هنا بتاع البروسيس كنترول. طيب احنا الكلام ده كان كله على الكواليتاتيف تيست، اتكلمنا على انتيسيرا، ممكن نتكلم على بلود جروبينج. طبعا في الهيماتولوجي البلود جروب عشان تعمل لها كواليتي كنترول بيكون عندك اللي هو نون سيل سسبشن او عشان تشوف النيجاتيف والبوزيتيف، يكون في او بوزيتيف نيجاتيف ويكون في اي ويكون في بي. اي بي سسبنشن كل اسبوع كل 10 يوم انت يو تشيك الفاليديتي بتاعت الاسبشن بتاعك. تجي تحط الثلاث نقاط من الانتيسير وتضيف لها العينات المفروض الاو يطلع لك كده وده يطلع لك كده. وليه بتاخد اكتر من بلاد جروب؟ عشان تشوف الانتيسيرا توورد السبيسيفيك جروب بيشتغل ولا ما بيشتغل. اوكي الكوانتيتاتيف دي كلها كانت كوانتيتاتيف بوزيتيف نيجاتيف اللي هو ابسنت بريزنت كده بتقول افكتيف نوت افكتيف اند سو فورس. نجي للكوانتيتاتيف تيست اللي هو ده بيديك رقم ميجر الكوانتيتي اوف بارتيكولار سبستنس في السامبل. كواليتي كنترول بالنسبه للكوانتيتاتيف تيست هي ديزاين تو اشور انه النتيجه تكون اكيوريت وريلايبل. في الامبلمنتيشن ستيب احنا بنخط البوليسيز بتاعتنا سياساتنا والاجراء والطرق بتاعت الاجراءات وبنعين الريسبونسبيلتي وبندرب الناس لانشاء نظام بتاع كواليتي كنترول. بنشوف هاي كنترول كواليتي كنترول نختارها وبنخط الكنترول رينج نشتغل في 1 ستاندرد 2 ستاندرد 3 ستاندرد ديفيشن بنحددها احنا وبنعمل جراف عشان نرسم فيه الحاجات واللي هو بنخطها في الليفيجيرنج شارت اللي هي الليفيجيرنج شارت دي شنو؟ دي ورقة الرسم البياني. بعد ذاك وي مونيتور الكنترول فاليوز قياما وي ديفلوب بروسيجر للكوركتيف اكشن. بعد ذاك وي ريكورد اول اكشن تيكن كل الحاجات اللي اخذناها. كلمتكم انا على الستاندرد وعلى الكنترول على الكاليبريتر. الكنترول تعريفه هو ماتيريال عندها سبستنس نحن بنحللها ونحن بنعمل له انكلوجن بنخطه مع البيشنت سامبل قبل ما نقراها بنقرا الكنترول عشان يورينا انه الهول بروسيس تو فاليديت الريليبيتي الهول سيستم شغال ولا ما شغال. بنشتغل الكنترول بتين اذا حصل كاليبريشن للانسترومنت بنقرا الكنترولات بعد الكاليبريشن وبنقراه بصوره دوريه اثناء الفحوصات. ده الكاليبريتر فيرسس الكنترول. الكاليبريتر ده يا اخواننا هو سبستنس ويز سبيسيفيك كونسنتريشن زي الموبايل لما يتقل ويبقى تقيل بنعمل شو بنفرمته وبنرجع الابلكيشن من جديد عشان يشتغل بصوره اسرع. الاجهزه لما تشتغل بذات الاوتوماتيد والنون اوتوماتيد فتره طويله بتترسب فيها رواسب جوه التراب الغير 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 التيوبس بتاعتها بيكون فيها بروتين بيكون فيها فبتحتاج بعد فتره انها يحصل لها ريسيتنج. فبيجي المهندس شايل الكاليبريترز وبدا يشتغل على الجهاز يرجعه لقواعده الاساسيه وبعد ذلك بيكتب لك انه هو هي هاز ران ذا كاليبريشن اند ناو the instrument is ready to work. انت طوال بتجيب كنترولاتك تجي تقراها عشان تشوفها قاريه صح ولا ما قاريه صح. الكنترول هي ماده بتشبه البيشنت سامبل عندها كونسنتريشن معين عنده مين وعنده رينج. الكاركترستيك بتاعت الكنترول ماتيريال انها المفروض تكون مناسبه لكل الدياجنوستيك سامبل يعني ما تكون بس للهيماتولوجي او في الكيمياء تشتغل على الليفر فانكشن لا تشتغل لك كل الكيمستري كل الحاجات. الفاليوز القيم فيها مغطاه الكنترول ده يعني ما يكون قيمته مثلا يغطي لك القيم العاليه والقيم الواطئه والقيم الوسطى
عشان يوريك البرفورمانس بتاع الجهاز، بيقدر يقرا الحاجات العاليه ولا ما بيقدر، يوريك الريجنت بيقدر يقرا القيم العاليه ولا ما بيقدر. فانت تبي تتحقق بيه من الجهاز، تتحقق بيه من الزول الشغال، تتحقق بيه من الادوات اللي بنستخدمها، تتحقق بيه من الريجنت ان احنا بنحل بيها المواد دي. فهو لازم يغطي لك الحاجات المختلفه دي، عشان كده قيمه بتكون مختلفه. يعني في هاي كنترول، في لو كنترول، في انترميديت بالذات في الهيماتولوجي، او في هاي لو عشان يوريك الجاب. مرات الجهاز يكون القيم الواطئه ما بيقراها او القيمه العاليه ما بيقراها، فبالكنترول بتعرف الحاجه دي، وبكون مشابه للعين بتاعت الانسان، وبكون في لارج كوانتيتيز، ونحن بنقوم نقسمه لحاجات صغيره. يفضل انه يكون بيغطي لين السنه، ممكن نستخدمه في سمول اليكوتس اللي هو في عبوات صغيره. الكنترول ماتيريال ممكن يكون فروزن، ممكن يكون فريز دراي او كيميكال بريزيرت. ودائر اكيوريتي كونستيتيوشن اوف ذيس ستيب، وانا شرحتها في دي. احنا اصلا بتاعه الكيمستري اللي بتجينا دي يكون 5 ملي حبه كده اللي هي باودر، وعاده تكون كومباكت مع بعضها. بنفتح الغطاء اللي هو السكرو ده، بنفتحه فيه حته بتاعت بلاستيك فيها فتحات، حته بتاعت بلاستيك فيها فتحات. انا اعتقد كده الوقت بتاعنا جاء. At this moment yes it is just 51. نتلاقى ان شاء الله في المحاضرة الجاية.